طيب قبل ما اروح للترند المحلي، في الحقيقه بمناسبه مباراه الاهلي واسوان امبارح فلازم نشيد كل الاشاده بالاحترافيه. الاحترافيه اللي تمثلت في النادي الاهلي امبارح وفي احمد فتحي لاعب الفريق حتى الان. احمد فتحي ادى اداء رجولي بصراحه قوي قوي، عمل مباراه حلوه رغم انه بقاله فتره ما بيلعبش زي بقيه اللاعبين. وكمان ايه، هو في بعض اللاعبين لعبوا قبليه ماتشين لكن ادى اداء جيد. في نفس الوقت احترافيه النادي الاهلي ان هو بيستغل لاعب عنده لحد اخر وقت ممكن ان هو يقدر يستفاد منه، وهو ده الاحتراف اللي احنا بنشوفه يا جماعه في اوروبا في الحقيقه. فاي جوانب احترافيه هتلاقوها طبعا من ضمن الانديه اللي بتقدر تجيد في التعامل باحترافيه هو النادي الاهلي، وده بشهاده